فكنا الرعيل الأول النال ميزة إنه أن إحنا نكون في ماليزيا. ولاية عينيها الأبيض مشهورة بأنها ولاية مصانع السكر. كلية الهندسة كانت في مدينة ربك. واحدة من أهم القطاعات في ولاية النيل الأبيض وهو عندها تأثير كبير جدا على الصناعات الغذائية في السودان هو قطاع السكر. سويت على نيل الغنى يا مستحق الغنى يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا. ثلاثة وظائف لأي جامعة في العالم هي التدريس اللي هو الجزء الأول والأساسي، واحدة من الإنجازات الكبيرة لوالدتي رحمها الله اللي هي كانت دايماً بتزعد بعملية النجاح دي والنجاح بمرتبة الشرف الأولى كأول دفعتك، فكانت أيضاً دي فخر كبير جداً بالنسبة لها وللوالد رحمه الله يعني. فواحدة من الحاجات اللي أنا بشعر بأن يعني الواحد قدر ربنا وفقه في أنه يعني يزعدهم بأنه مجهودهم الكبير اللي بذلوه فيني يعني الواحد قدر أنه يحقق نجاح خصوصاً في المجال الأكاديمي. بعدها كان التحدي الأكبر بأنه بعد ما تخرجت من جامعة الخرطوم، ودائما الناس اللي بتخرجوا بفيرست كلاس من جامعة الخرطوم بيعينوا في جامعة الخرطوم، بيكون في تعيين مباشر جامعة الخرطوم كمعيد، ودي حاجة. هو أنا يعني القدامي تخرج بفيرست كلاس بدفع كثيرة، ما عارف 5 أو 6 دفع، فلكن جاتني نصيحة من واحد من أساتذتي في جامعة الخرطوم، وكانت نصيحة قيمة جدا، بأنه لو أنت واصلت في جامعة الخرطوم ما حتبع يعني ما حتكون من المبعوثين للدراسات العليا، حتاخذ زمن طويل جدا لانه الجامعه بيقى فيها اكيوميليشن او يعني عدد كبير من الناس الخريجين المنتظرين ان هم شغالين معيدين ومنتظرين هذا الامر. فمن الافضل لك انك انت تشارك في يعني الجامعات الجديده. فكان الكلام ده بعد ثوره التعليم العالي اللي هو اعلن بروفيسور ابراهيم احمد عمر في سنه 1990، وفتح جامعات اقليميه كبيره وكثيره. فكانت واحدة من التحديات الكبيرة في حياتي، والأنا فخور بها، إنه أنا كنت من الرعيل الأسس جامعة الإمام المهدي. هذا العمل الكبير الهدف الأساسي منه تطوير قطاع شركات السكر في السودان. ولاية عينيها الأبيض مشهورة بأنها ولاية مصانع السكر، فيها ثلاثة مصانع سكر، اللي هو مصنع سكر النيل الأبيض، مصنع سكر عسلايا وكنانة، والمصنع الرابع سنار برضو ما بعيد من هنا يعني. فيعني الولاية ما شاء الله يعني ولاية حلوة يعني. واحدة من أهم القطاعات في ولاية النيل الأبيض وهو عندها تأثير كبير جدا على الصناعات الغذائية في السودان هو قطاع السكر. وقطاع السكر في السودان منذ فترة طويلة جدا كان حريص على دعم جامعة الإمام المهدي بوجود أكبر المصانع السكر على قرب من كلية الهندسة في جامعة الإمام المهدي، وعلى قرب من مواقع جامعة الإمام المهدي في الجزيرة أبا وفي ربك وفي كوسي. هدف الحالي لمجلس جامعة الإمام المهدي الجديد هو كيفية تطوير منظومة الجامعة بحيث إنها هي تخدم الثلاث أغراض الأساسية للمجتمع ولمستقبل التعليم العالي في السودان. الثلاثة وظائف لأي جامعة في العالم هي التدريس اللي هو الجزء الأول والأساسي، البحث العلمي، وهي دي المسؤولية اللي بتكون إضافة كبيرة جدا للتنمية الاقتصادية والإصدار القرار في السودان، والحاجة الثالثة والمهمة اللي هي خدمة المجتمع، وخدمة المجتمع من خلال توظيف كل قدرات الجامعة في إنها تبني الولاية وتبني السودان مستقبلا.
في عدد كبير من خريجي الجامعة بيعملوا في قطاع السكر، وأيضا من الفرص المتاحة للجامعة بأنها تعمل تغيير كبير جدا في العملية بتاعة منظومة العمل في قطاع السكر، من الحيث الناحية الاقتصادية وأيضا من الحيث الناحية الفنية. قطاع السكر في السودان الآن بيعاني من تحديات كبيرة جدا. التحديات دي مربوطة بأنه المصانع قديمة جدا، التكنولوجيا الموجودة فيها تكنولوجيا قديمة، مما بيجعل تكلفة الإنتاج الآن تكلفة عالية جدا. أيضا قطاع السكر في السودان بيعاني من أنه بيستخدم جزء بسيط جدا من قصب السكر، اللي هو بيكلف كمية كبيرة جدا من الموية والرعاية، اللي هو حوالي 10%. وصناعة المخلفات الشركة الوحيدة اللي هي مشت مشوار كويس فيه هي شركة سكر كنانة، لكن كل الشركات الحكومية ما مشت مشوار فيه. قطاع السكر أيضا كان ممكن يساهم مساهمة كبيرة جدا في قطاع الطاقة وفي قطاع الصناعات الغذائية وصناعة غذاء الحيوان، وأيضا في الصناعات بتاعت الأسمدة وغيرها. المجال بتاع البحوث للعملية بتاعت التربة وتطويرها كما حصل المشكلة في النيل الأبيض، المجال بتاع البحوث من حيث أنه الموسم الزراعي في السودان محدود، فمحتاجين لآليات ومحتاجين لطرق بتاعت مكننة مختلفة. العملية بتاعت البيئة في قطاعة السكر، العملية بتاعت تأهيل وتدريب الكوادر. وجامعة الإمام المهدي هي في ولاية النيل الأبيض مقسمة لثلاثة مدن، مدينة كوستي وهي كان الوقت داك فيها كلية الطب والاقتصاد، وأيضا كلية الهندسة كانت في مدينة ربك، ده كان الخطة الأساسية بتاعتها. وبعد داك الدراسات الإسلامية واللغة العربية كانت في الجزيرة أبا اللي هو كان المثلث بتاع ولاية النيل الأبيض، وهي العاصمة ربك بتاعت ولاية النيل الأبيض كانت في ذاك الزمن. يعني تم تعييني في هذه الجامعة مع دكتور الهادي بدوي اللي هو المدير الحالي لجامعة الإمام المهدي، كان هو معيد، هو أيضا تخرج من جامعة السودان كلية الهندسة بمرتبة الشرف الأولى، وأنا من جامعة الخرطوم كلية الهندسة بمرتبة الشرف الأولى. فكانت بالنسبة لإدارة الجامعة فرصة كبيرة جدا بأنه اثنين يتخرجوا من أكبر الجامعات السودانية وبمرتبة الشرف الأولى وهم مهتمين بأنه يتعينوا. فتم تعييننا مباشرة بعد مدير الجامعة وعمداء الكليات، ما كان في هيئة التدريس، ما في أساتذة ولا في محاضرين، فتم تعييننا وساهمنا في إنشاء جامعة الإمام المهدي وأنا طالب جست خريج. فكانت بالنسبة لي أنه أنا أقعد مع مدير جامعة الإمام المهدي في مكتب وأنا أكون في المكتب في الخرطوم وأنه إحنا نرتب للجامعة والمعامل، كان بالنسبة لي نقلة ضخمة جداً، مع أنه أنا لما كنت طالب في جامعة الخرطوم مما دخلت لحد ما تخرجت ما شفت مدير مكتب مدير جامعة الخرطوم، فإنه أنا أول ما تخرج أكون أنا نديد لقاعد مع يعني هو كان بروفيسور أبشنب، شخصية مميزة رحمه الله. فقضينا أيام جميلة جدا، دكتور بدر الدين عمر الحاج موسى ربنا يتراه بكل الخير كان من الشؤون العلمية وأستاذي الفاضل والعنده تأثير كبير علي جدا، بروفيسور حامد محمد مصطفى اللي هو كان أول عميد لكلية الهندسة جامعة الإمام المهدي، هو أستاذي في جامعة الخرطوم الهندسة الكيميائية. فكان بالنسبة لي تجربة رائعة جدا مع رعيل طيب، أسسنا نحن الجامعة في الفترة ديك واشتغلنا فيها يعني شغل كبير جدا، وزميلي ونسيبي دكتور الهادي بدوي اللي هو الآن مدير جامعة الإمام المهدي كان هو متولي استلام الجامعة في مدينة كوستي وربك والجزيرة أبا. ودرست الرعيل الأول من جامعة الإمام المهدي، ومن ثم يعني في الفترة دي أتيحت لي فرصة أو جاتنا منحة من جامعة كامبريدج في بريطانيا، كان أيضا إبراهيم أحمد عمر سكاها من دول الكومنولث، وهي واحدة من أفضل الجامعات في العالم طبعا، وكان لدرجة الماجستير وهابين يعني اختاروني في الشورت ليست أو العدد للطلاب، ولكن حصل أسباب لوجستية للأسف الشديد. السودان الأمادي علاقاته كانت محدودة جدا مع بريطانيا، فحصلت أحداث ما ساهمت في أنه أنا أمشي لجامعة كامبريدج قسم الهندسة الكيميائية أعمل الماجستير، رغم أنه كان الخطوات ماشية وتم اختيارنا في جزء كبير جدا من البروسس. البلد الأمل ما يكون أنا عيني رايداك يعطيني كل أرضك كلك والقمر الفوق سوحك ضاوية،
البلد المخ منك اتنين والناس كلها متساوية. لو شافوك بعيني اكيد العالم كله حيعجب بيك، وانا شايفك من اجمل زاوية.